اهلا وسهلا بكم. خليني في الفيديو الصغير ده اكلمكم بالارقام على مصاريف المعيشة جوه لندن، وانا بتكلم على لندن بس مش كل المملكة المتحدة. الناس كلها عارفة ان لندن هي اغلى مدينة جوه بريطانيا. المدن التانية زي مانشستر، زي ليفربول، برمنغهام طبعا ارخص واقل من الارقام اللي انا هذكرها. فالارقام دي خاصة بلندن وبناء على تجربتي الشخصية انا خلال ال4 شهور اللي فاتوا، وبرضو من الناس المحيطين بيا اللي انا اعرفهم. اول حاجة السكن. السكن عشان تجيب شقة كويسة او هاوس كويس، فاحنا بنتكلم من 1550 باوند او جنيه استرليني ل 2050 جنيه استرليني. ال500 الرينج ما بين حاجة تعتبر يعني اقل حاجة في المناسبة لاحسن حاجة في المناسبة، تمام؟ في اعلى من كده بكتير وفي اقل من كده، لكن انا رأيي ان اقل من كده مش هيبقى مناسب لاي حد، والاعلى من كده هو طبعا غالي. من 1550 باوند ل 2050 باوند تقدر انك انت تجيب شقة او هاوس اوضتين او ثلاثة وصالة في لندن في حتة كويسة. مصاريف الاكل والشرب تختلف طبعا باختلاف الافراد. فلو هنتكلم مثلا على فرد مثلا، فاحنا بنتكلم من 150 ل 200 باوند في مثلا ممكن كل 10 ايام، يعني احنا ممكن نقول مثلا من 400 ل 500 باوند في الشهر مناسب لشخص واحد، اكل وشرب كويس جدا ويعني في كل اللي انت عاوزه. ممكن كمان في الرقم ده انك انت تنزل تاكل بره لو بتحب تاكل في ماكدونالدز او كي اف سي او ناندوس اللي هم الحاجات الحلال اللي فيهم حاجات حلال هنا. لو بنتكلم في فردين فانت بتتكلم مثلا من حوالي برضو ده من فاهمه يعني وعارفه برضو من حوالي 550 ل 650 بكتيره قوي 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 700 باوند في الشهر. ده برضو من اللي انا سمعته واللي اعرفه من تجارب الناس اللي حواليا، تمام؟ الكهرباء والمية والغاز بتجيلك في الشهر من حوالي 150 ل 210 او 220 باوند. بتكلم برضو على شقة اوضتين وصالة، لو انت لوحدك بتختلف، لو انتوا 2 او 3 او 4 الرنجات هي الطبيعية من 150 ل 210 باوند. في ناس هتيجي تقول لي لا ده اعلى من كده، انا مش عارف الصراحة، انا بتكلم على تجربتي الشخصية وتجربة الناس اصدقائي اللي انا اعرفهم اللي هم كمان معاهم عائلات، تمام؟ لو هنتكلم على الكونسل تاكس، الكونسل تاكس بتبقى على حسب انت الشريحة بتاعتك ايه، A ولا B ولا C ولا D ولا A. خلينا اقول ان C و D بيجوا من حوالي 150 ل 190 باوند، انا بتجيلي حوالي كده برضو، بتجيلي حوالي 180 باوند، وانا الريت بتاعي دي حاجة زي كده يعني، انا مش فاكر الرقم بالظبط، فانا بدفعه كل شهر بس هو من حوالي 150 ل 190 باوند. anyway هتدفع حاجة اسمها تاكس كونسل. الترانسبورتيشن، لو انت بتضطر تروح كل يوم الشغل فعلى حسب انت موقعك فين من شغلك. لو بتشتغل من هوم فانت طبعا مش هتصرف كتير في المواصلات، اغلى حاجة هنا هي الترين او اللي هو القطر او المترو. انا عشان اتحرك من المكان اللي انا فيه اللي اسمه ساتون لاوصل لوسط البلد رايح راجع انا بدفع حوالي 11 باوند في الرايح راجع، تمام؟ ممكن تكون بتدفع اقل او اكتر على حسب انت ساكن فين. لو انت ساكن جنب شغلك ممكن تلاقي نفسك بتدفع 6 باوند او 7 باوند رايح راجع. لو انت ساكن بعيد مثلا، انا بتكلم على الترين على المترو، لو انت مثلا ساكن في حته اسمها سلاو اللي هي غرب اللي هي بره الزونز بتاعت بريطانيا، يعني سوري لندن، لندن عباره عن 6 زون. لو انت ساكن بره الزون فهو في سبيشال فير او في رقم تاني خالص بتدفعه. انا فاكر لما كنت قاعد في سلاو في الاول وكنت بضطر اروح ليفربول ستريت جنب شغلي واروح وارجع مثلا في الاول خالص، كنت بدفع حوالي ما يقرب من 17 ل 18 باوند، وساعات كان بتوصل 22 باوند على حسب انت اوف بيك ولا في وقت الذروه، تمام؟ فده الارقام الكتيره. الباسز ممكن تلاقيها ب2 و3 باوند و4 باوند، وفي كمان كاب يعني في حد اقصى ما ينفعش تدفع اكتر منه ما دام انت جوه لندن. لو انت بتتحرك بالمترو او بتتحرك بالباص هتلاقيه في الويب سايت الاوفيشال، انا مش فاكر الرقم بالظبط فمش عايز اقوله، تمام؟ الاكل والشرب زي ما قلت لك، في زي ما قلت لك الارقام، ولكن هقول لك احسن مكان تجيب منه اكل. انا رايي انا شايف ان اسدا
في سوبر ماركت كبير اسمه أزدا، هو من أرخص الأسعار اللي موجودة، وموريسون من أغلى الأسعار. فأزدا من أرخص الأسعار، موريسون من أرخص. عندك كمان تسكو، تسكو وأزدا هم أرخص حاجات، سنسبري لو أنا بنطقها صح، وموريسون هم أغلى السوبر ماركتس الموجودين جوه البلد. وبالتالي حاول انك انت تجيب من ارخص من السوبر ماركت الرخيصه. الحاجه الثانيه ان هو الحاجات دي ممكن تيجي لك اونلاين، بيضيف عليك من باوند لخمسة باوند على حسب انت بتطلبه يوم ايه والساعه كام وهيجي لك بعد قد ايه. فممكن تلاقي نفسك دفع 1 باوند زياده، يعني جنيه استرليني زياده، والحاجه تجي لك اونلاين لغايه البيت مهما كان حجمها، بتجي لك لغايه البيت. وده كتير قوي من الناس بتعمل الكلام ده، الا لو انت حابب انك تتمشى وتعمل عمليه تسوق بنفسك فتتبسط يعني، وتنزل تتفرج على المنتجات بنفسك وتشيل الحاجات دي وترجع البيت بتاعك. تمام. انا ما عنديش عربيه فمش قادر اقول اسعار العربيات كام، لكن من الريفيو اللي انا شفته انت ممكن تجيب عربيات من 5000 ل 7000 ل 8000 باوند وتبقى تمشي الحال كويس. لو عاوز اكتر من كده فهتلاقي ب 11 و 12000 بيبقوا حاجات كويسه. انا ما عنديش عربيه لغايه دلوقتي فمش قادر احكم بالظبط، بس دي الارقام. تقدروا تكتبوا كده اوتو كار لندن وهتشوفوا اسعار العربيات لو انتم عاوزين تشوفوها بنفسكم. تمام. الاكل في كنتاكي، في كنتاكي لو هنتكلم في فروع في كنتاكي حلال او ماكدونالدز مش حلال كلها، بس مثلا بيبقى فيها الفيش والتشيبس وبيبقوا في مقلاه غير المقلاه اللي فيها مثلا كان فيها حاجات بورك او حاجه زي كده. انت ممكن لو جبت اللي هو الفيليو فيش مع اللي هو الوجبه الكامله تلاقي نفسك دافع 6 باوند 5 باوند ونص 6 باوند. في محلات حلال بتبيع لك البرجر بالتشيبس بالبيبس كل حاجه، تلاقي نفسك دافع 4.5 باوند، واعتقد ان ده سعر كويس قوي بالنسبه لي لهنا. بس كده اعتقد ان دي الحاجات اللي انت ممكن تدفعها. طبعا هي بتختلف من شخص لشخص، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيتحرك ازاي، بيحب ينزل في الويك اند ولا لا. انت ممكن تنزل في الويك اند وتلاقي نفسك دافع مواصلات بس حوالي 40 او 50 باوند لانك اتحركت كتير مثلا. تمام. لو هتطلع كمان بره لندن يعني مثلا هتاخد الترين تروح مثلا حاجه في الجنوب زي برايتون ولا وورثينج ولا عاوز تطلع كذا، هتلاقي نفسك دافع شويه فلوس. معلومه كمان، لما رحت وورثينج ورجعت، وورثينج دي في جنوب انجلترا، فهي عباره عن حوالي ساعتين بالترين في طريق في من لندن لبرايتون وبعدين برايتون لورثينج او من لندن لورثينج مباشر. المهم رايح راجع كلفتني 70 باوند، رحت في يوم وقعدت هناك 3 ايام ورجعت كلفتني 70 باوند. فبس عشان تكونوا عارفين الاسعار، انا مش هقول ان البلد رخيصه، البلد غاليه، لكن لو انت مرتبك كويس هتقدر انك انت ان شاء الله تعيش كويس وتجيب بيت كويس، يعني ترند يعني انك انت تأجر بيت كويس، وكمان لو انت مرتبك كويس تقدر انك انت في الاخر تلاقي نفسك عامل سيفنج مش وحش مش بطال. واخيرا وليس اخرا الحاجات اللي انت بتدفعها، في حاجه نسيت اقولها معلش قبل اخيرا وليس اخرا، ان في حاجه اسمها تي في لايسنس تاكس، ده بيبقى حوالي 15 باوند كل شهر لو انت بتتفرج على البي بي سي او بتتفرج على قنوات تبع القنوات البريطانيه. بيجي لك بعد مده كده جواب بيقول لك لو انت بتستخدم فتدفع، وممكن كمان اللي هو بيسالوك ان هم يدخلوا البيت يشوفوا لو عندك تلفزيون وبتتفرج على ايه وما بتتفرجش على ايه. انا لغايه دلوقتي ما حصلش معايا الكلام ده، في صديق ليا حصل له الكلام ده، بس 15 باوند المفروض انها مش رقم كبير تدفعه للتي في لايسنس. بس غير كده بقى انت اعمل حسبتك وشوف هل ده ينفع معاك ولا ما ينفعش. اهم حاجة لما بيتقال لك الرقم تحسب ضرايبك وتحسب هيتبقى لك كام، وخد بالك الضرايب حاجتين اللي هي التاكس وحاجة اسمها السوشيال اماونت اللي هو بتاع السوشيال، مش عارف هي تبع السوشيال نمبر يعني انشورنس، سوشيال انشورنس، سوشيال انشورنس. تمام. لازم تعرف الرقمين دول كام وهيتبقى لك كام عشان تعمل حسبتك كويس. انجلترا او لندن عموما فيها فرص كويسه، فيها مرتبات معقوله مش وحشه، فيها مرتبات كويسه ومرتبات معقوله ومرتبات كويسه جدا 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 جدا، والبلد حلوه. ولو في اي سؤال اسالني. انا طبعا عملت الفيديو بالفيرتيكال عشان عاوز انزله على الانستجرام وانزله على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان. شكرا جدا لكم.